بشير محمد لطفي وكيل من سوريا اللاذقية، عايش في قطر منذ 7 سنوات، العمر 67 سنة. قررت أنه أحفظ القرآن الكريم، وعندي النية إن شاء الله وتعالى، وعندي الهمة، وعندي الإتقان بالوقت لحفظ القرآن، ومركز كل وقتي لحفظ القرآن كتاب الله. منذ 3 سنوات التحقت بحلقة تعليم تعلم القرآن التلاوة، و3 سنوات ختمنا القرآن 6 مرات في هذه القرآن، برمضان نتلي كامل القرآن يوميا مع الشيخ، لأنه من قبل لا أستطيع أن أقرأ الكلمة معانيها بالتفصيل، يتغير معانيها لأنه يا أما ضيف علي حرف يا أما نقص منها حرف، ولذلك يتغير من معنى تاعها، وما أستطيع أحفظ إلا اللي تعلمتهم بالمدرسة الآيات الصغيرة. واللي شجعني أكثر شيء أنه تعلم القرآن، أنه زوجتي ختمت القرآن، وبنتي رح تختم القرآن، وأحفادي كل واحد حافظ 10 أجزاء، ليش أنا ما أقدر أحفظ؟ وأنا عندي الإرادة. واجهتني بعض صعوبات، أول شيء أنه كنت الأحرف تاعيتها ما ألفظها مظبوط، وما أعرف الإدغام من الأزهار من الأقلاب من الإخفاء، ما أعرفهم. بعد فترة معينة حتى تعلمتهم عند الشيخ هنا، بعدين شفت أنه صرت بعرف بقرأ، لأنه كنت عم بقرأ كلية غلط، لأنه أنا ما تعلمت بالمدرسة، تعلمت الشغلات الفنية، قضيت عمري كلية حوالي 50 سنة بالشغل، ولذلك القراءة علي كانت صعبة كتير كتير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. أنصح الناس كليتون أنه يتعلموا القرآن، ما نوفي وقف عاجز أنه الواحد ما يحفظ القرآن بالسن الكبير، بالعكس بتفرغ له أكثر، بكون تفرغ لحياة القرآن، طلع تقاعد لازم يتعلم القرآن. إن كبريات أو خجلا كذا أو كبر سنا بيقول لك خلاص ما بقى راح العمر، وهذا غلط، ما راح العمر، العمر بيد الله، كيف بدك قبل رب العالمين وأنت ما حافظ كتاب الله.